موضوع الهجرة من المواضيع الأساسية في إطار تفاعل هيئة المحامون الضابطة مع القضايا الوطنية ومع السياسة العمومية بصفة عامة. ننظم هذه الندوة بشراكة مع المختبر العمومي للأبحاث واللي هو تابع لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. هناك استراتيجية وطنية فيما يتعلق بتدبير الهجرة مرت عليها الآن 5 سنوات، لابد من تقييم هذه التجربة الوطنية، ولابد كذلك من توجيه الدعوة لقطاعات حكومية متعددة، لأنه قطاع الهجرة هو قطاع يحظى باهتمام المندوبية المتعلقة بحقوق الإنسان، وزارة الهجرة، وزارة الدولة بكلام حقوق الإنسان، وزارة الداخلية، بمعنى أنه في إطار معالجة موضوع الهجرة هناك مقاربات متعددة، هناك المقاربة الاجتماعية، الحقوقية، الاقتصادية، وكذلك هناك مقاربة أمنية. الآن لابد من تقييم هذه التجربة من الخروج بخلاصات لتجويدها، وبالتالي وجهنا الدعوة لجميع الفاعلين الحكوميين المهتمين، كذلك وجهنا الدعوة لمجموعة من المؤسسات التي تعنى بموضوع الهجرة واللاجئين، مؤسسات دولية، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، لأنه نعلم جميعا على أنه الضفة المتعلقة بالبحر الأبيض المتوسط موضوع الهجرة أصبح يكتسي أهمية بالغة، كذلك نعلم على أنه الآن في إطار الساحل الإفريقي وفي إطار تدفق المهاجرين الإفريقية المقاربة الأمنية حاضرة بشكل كبير للحفاظ على سلامة البلد وأمنه وأمور كثيرة. إذن الآن هذه الندوة لها الأهمية بمكان، غادي نخرجوا بخلاصات متعددة، وأنا أدعو المنظمات الحقوقية الهيئات الاهتمام بهذا الموضوع، لأنه موضوع يكتسي أهمية بالغة وله ارتباط كبير بمحيطنا، بأمننا، باقتصادنا وبظروفنا. تدبير وحماية المهاجرين، نحن اليوم في ضيافة المحامين، والمحامين هم جزء من العقل القانوني الوطني وجزء من ضمير حقوق الإنسان وجزء من الثقافة القانونية. فإذا أن يقارب المحامون اليوم من موقع مدينة الدار البيضاء موضوع الهجرة، هذا مؤشر كبير على تفاعل المدافع القانوني مع القضايا الوطنية الكبرى. للمحامي دور كبير يتعلق بتحليل الضمانات، برصدها، بدراسة الشكايات، بإبداء الرأي في السياسات، في مشاريع القوانين، في نوعية التزامات الاتفاقية وتتبع أثارها. ولذلك بأن ندوة من هذا النوع اليوم هي أكثر من مشرفة. إذا نلتقي اليوم في إطار يعني الندوة المنظمة من طرف نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء لمناقشة أحد المواضيع الراهنية، وهو موضوع المتعلق بتدبير المملكة المغربية لملف الهجرة، اللي من طبيعة الحال هذا الموضوع يطرح واحد المجموعة من التساؤلات عميقة وتساؤلات كبيرة، منها ما يرتبط بكيف يمكن للدولة المغربية أن توازن ما بين حقها السيادي في حماية الحدود الترابية وحماية الأمن الداخلي والخارجي ديالها، وما بين يعني إدراج مقاربة الحقوقية في هذا النوع ديال القضايا. وأيضا هناك تساؤلات فرعية راهنية كثيرة ترتبط بحدود معالجة الأمنية لملف الهجرة، حدود أيضا المعالجة القضائية، حدود أيضا السياسات العمومية للدولة في هذا الإطار، وكيف يمكن لمجموعة من الفاعلين في يعني ممارسة الأدوار ديالهم من أجل حوكمة رشيدة للموضوع ديال حقوق المهاجرين. المملكة المغربية قطعت أشواط جد مهمة، لا على مستوى المضامين ديال الدستور، ولا أيضا على مستوى الملائمة مع الاتفاقيات الدولية، ولا أيضا على مستوى وضع استراتيجية وطنية يعني للهجرة فيها واحد المجموعة من الجوانب مرتبطة بما هو أمني، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي، وأيضا ما تم اتخاذه من تدابير على مستوى العديد من القطاعات الحكومية فيما يتعلق بالإرجاع الطوعي للمهاجرين، وأيضا فيما يتعلق بمحاربة جريمتي تهريب مهاجرين والتجار بالبشر. إذن كاين جهود مبذولة، ولكن هناك أيضا مازال واحد مجموعة من المواضيع التي تحتاج إلى تعميق يعني الجهود واتخاذ تدابير إضافية، ومنها هذا الموضوع ديال المقاربة الحقوقية، لأن المغرب صادق على الاتفاقية ديال حقوق عمال المهاجرين اللي فيها واحد مجموعة من الحقوق المرتبطة بالمهاجر، سواء الحقوق العامة الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، أو ما يتعلق ببعض الحقوق
مرتبطة بمجال العدالة والضمانات ديال هاد المهاجرين أمام المحاكم وأمام الأجهزة ديال إنفاذ القانون. وكيف ما قلت هي معادلة تحتاج إلى نوع من التدقيق، إلى نوع من الجهود، وإلى أيضا إلى مزيد من التنسيق ما بين السياسات العمومية للدولة وكافة الفاعلين المتدخلين في هذا المنظومة. من بين الأسئلة القانونية أو الحقوقية المطروحة هي المسألة ديال بعض المقتضيات الموجودة في القانون رقم 0203 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، وعلى رأسها يعني حدود المساءلة القضائية للمهاجرين وإمكانية الاكتفاء فقط باتخاذ تدابير إدارية على رأسها الترحيل، وأيضا المسألة ديال التفكير في كيفية إدماج المهاجر في المجتمع المغربي لكي لا يكون فقط عالة على المجتمع وسبب من أسباب يعني الانفلات الأمني، بل يكون أيضا فاعل في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وهذا يتطلب كما قلت واحد التنسيق من أجل واحد البلورات واحد الحكامة رشيدة في مجال تدبير ملف ديال الهجرة بالمغرب.